دخل واحد عند سيدنا أبو الدرداء البيت فلقى مكان مفهوش عفش في البيت، فقال له أين أثاث المنزل؟ فقال أخبرنا ربنا أن لنا دارا عنده هي خير من هذه الدار، وأنا أرسل إليها خير المتاع. ده من أكبر الدوافع اللي كانت بتحرك الصالحين لعمل الخير، إنه عند الله لا تضيع الودائع، إنك تعمل عمل صالح وتستودعه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عرف نفسه لينا إن اسمه المحصي، يعني بيحصي لك أعمالك فيكافئك عليها في الدنيا ويقابلك بيها يوم العرض الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما تخافش، ما في عمل صالح إلا وهتلاقيه إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإله المحصي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشباب الطلاب اللي بيذاكروا، كل خطوة الجامعة أو مدرسة، وكل ساعة بتقضيها قدام كتاب وانت بتطلب العلم، ربنا هيفاجئك بتيسير طريقك للجنة يوم القيامة، لأن النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وعند الله لا تضيع الودائع. الصراع اللي كان جواك أول ما تخرجت، يوم ما تعرض عليك فرصة شغل حرام وانتهى الصراع ده بلأ، لكل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. الله كان مطلع على ضميرك وقتها، بصير بحالك وهيعوض عليك لأنك تركت الحرام من أجله، وعند الله لا تضيع الودائع. الأم في عز الليل تسمع صوت جاي من أوضة العيال، تقوم في عز البرد من تحت الغطاء عشان تطمن عليهم متغطين ولا لأ. ربنا هيأمنك في الدنيا والآخرة زي ما أنت حريصة على أمنهم في الدنيا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وانت كنت رحيمة، وعند الله لا تضيع الودائع. ربك بيقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الناس اللي بتعمل علشان خاطر ربنا، ربنا هيدخلهم الجنة عقبى الدار. ما في طاعة من عبادة أو احتمال أذى عشان خاطرك يا رب إلا وربنا يكبر خاطرك عليها، لأن عند الله لا تضيع الودائع. بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعتت له بتقول له الحقني ابني مات، فأرسل إليها يقول قبل ما يروح لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي. عارف يعني تحتسبي؟ يعني أحزاني يا رب في فقد حبيبي مش هتحرمني من الرضا عنك يا مولاي، لأني متأكدة إنك أنت اللي هتمسح أحزاني وتعوضني مكان الحزن ده سكينة. يا من أنت أحن علي من نفسي وأحن على حبيبي اللي مات مني. فاعمل لربك واحتسب ما أنت صانع، فربك الكريم لا تضيع عنده الودائع. أقولك حتى اللذة والشهوة الحلال لو عملتها وانت محتسب أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى، ينقلب مع استمتاعك بيها في الدنيا لأجر ربنا يديهولك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة اللي بتحطها في بق امرأتك، حب ورومانسية وجمال في الدنيا وأجر في الآخرة، لأنك احتسبت الحنان ده عند ربنا، وعند الله لا تضيع الودائع. فاللهم أعنا على احتساب أعمالنا عليك، واخلف بها علينا في الدنيا من أوسع أبوابك، وقابلنا بها يوم القيامة إذا وقفنا بين يديك.